يخش الرابع في مدينة سراطة فتبع للوفاق. التهمة كانت هجرة غير شرعية، أنهم يمتلكون جوازات سفر ودخلوا بتأشيرات مزورة. ونجحت الجهود حتى فجر الأمس، كنت في اتصال مع العمالة المصرية، 16 عامل مصري تم إطلاق سراحهم دون توجيه أي اتهامات لهم. الداخلية التابعة للوفاق تقول أنهم يعني دخلوا إلى البلاد عبر سوريا أو عبر الإمارات، يعني بشكل يرونه غير مناسب، وإن كان هذا الأمر غير مقبول. لماذا يتم استهداف العمالة المصرية تحديدا؟ يعني الميليشيات المسلحة جرائمها في ليبيا معروفة، الميليشيات ترتكب جرائم اختطاف وسلب ونهب وتنهب المال الشعب الليبي وتعتمد على الاعتمادات المالية التي تصرف لها من حكومة الصخيرات. فايز السراج يبدل مليارات الدولارات، العماري زايد الإرهابي، أحمد حمزة المتطرف، كلهم يخدمون المشروع الإرهابي المتطرف في ليبيا. الإخواني خالد مشري الفاسد الذي يقامر روسيا الاتحادية على أوراق سياسية مقابل الإفراج عن مواطنين روس. خالد المشري سجله الإجرامي وسجله الفاسد وسجل التحرش، هو يعرف جرائمه والجميع يعرف الاختلافات التي قام بها، يتطاول على الدولة المصرية، يوجه تصريحات نارية لا يعي خطورتها. هذا الشخص الذي يمول ميليشيات التابعة لجماعة الإخوان، كافة هذه العناصر، عناصر الشر أو مثلث الشر في حكومة الصخيرات فاقدة للشرعية. هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها، المجلس الرئاسي الذي سقطت شرعيته، ونطاق الصخيرات نفسها الذين ينودون به عقب استقالة 4 أعضاء من هذا المجلس، وأن المجلس غير مكتمل، فكيف يتم اتخاذ قرارات من 4 أعضاء؟ نطاق الصخيرات يقول القرارات تؤخذ بالإجماع من كافة الأعضاء. الميليشيات المسلحة جرائمها مستمرة في ليبيا، الدولة المصرية ستضرب بيد من حديد ضد أي شخص يحاول استهداف أي مواطن مصري على أي توجه سياسي، إن كان الأمر استهداف العمالة المصرية بسبب موقف مصر من هذه الميليشيات المسلحة، فمصر لم تصمت أبدا وستضرب بيد من حديد على يد أي شخص. نعم بالتأكيد وصلت الفكرة الصحفي المصري أحمد جمعة، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا في